السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وباحسن حال. اليوم اجيت المحافظة كربلاء وجبت لكم اشهر واطيب حلويات بكربلاء اللي هي حلويات المصطفى. طبعا احنا كلنا نعرف انه كربلاء مشهورة بحلاوة الدهينة والساهون وحلاوة الجزر، وحلويات المصطفى عندها اجود انواع هذه الحلاوة. فتعالوا ويانا وشوفوا طريقة عمل حلاوة الدهينة والجزر والساهون. حلويات ومعجنات بكربلة، وشوفوا الحلويات الزينة. هاي البقلاوة بالفستق، شوفوا النوعيات. هذه كل البقلاوة هذه بالفستق. هاي هنا بالغازو، شوفوا شلون مشهيات. هاي هنا بالشوكولاتة والفستق. وهذا الساهون، هذا هم مشهور هنا بكربلاء. والسمسمية، هاي حلاوة الطحينية والعسل. هاي هنا انواع البيتي فور، شوفوا البيتي فور. وهنا هاي الموالح، هاي الاصابع المالحة. هاي كليتشة من التمر، وهذا الكعك بالسمسم. وهسه راح اشوفكم الحلاوة المشهورة هنا بكربلاء والنجف اللي نسميها الحلاوة الدهينية. هاي هي الحلاوة الدهينية، هاي يبيعوها. هذا هو مبروش جوز الهند، وتكون هاي بالجوز أو هاي هسه راح نضوق. الله يعافيك، خلي صورك على راسي. الله يسلم راسك، إن الشرف. عاشت ايدك، كلش طيبة. بالعافية، أنا نصير، أنا عيون، شرفتونا يا عم. وهذا الكادر حلويات المصطفى، شوفوا الصواني اللي تشهي. احنا هناك باسطنبول محرومين. الله احكي لنا هسه على حلاوة الدهينية، شلون تسووها؟ فرادي الحر خالص يعني. جوز الهند مبروش وطحين، هي هاي مكوناتها، وشكر سكر اللي هو. ها شوفوا. بس شغلنا اللي نحط خالص. ها. زيت نباتي من خليله. اي الدهن الحر اللي احنا بالعراق نسميه دهن الحر، بس بقيه البلدان السمنه البلدي. السمنه البلدي الحيواني. هاي ما بيها جوز، هذا خالي ما بيها شيء، بس جوز هن مبروش. عندنا بعد نوعيه ثانيه، هاي حشايه جيمر. ها شوفوا هاي النوعيه محشايه بالجيمر. زاده هاي عباره عن خامه خاصه مال حلويات. تمام. هي محشاية جوز. هاي محشاية بالجوز. محشاية جوز. هذا الجوز. اللي هو عين الجمل هذا. ايه. عندنا نوعية رابعة.
هي مخشاية فستق حلبي اللي هي صينية ترى هتجي لعطل بيها عبارة فستق حلبي خالص. هاي شوف الفستق هاي محشاية بالفستق الحلبي. محشاية فستق حلبي يا هي المستكية. عندنا هذا هذا اللي هو السمن البلدي. وهذا اللي نحصل به المضاعف. عندنا هذا عبارة عن جوز مبروش. هذا أيضا عن جوز مبروش بس طريقة الشغل هذا تختلف عنها. عندنا هاي الراشين اللي هي شكرية. الحلاوة الطحينية نفسها هاي لغة هاي شكرية هاي راشين مو طحينية. ها طحينية هاي هاي طحينية. ها اللي هي مكوناتها حليب وراشي وفستق حلبي اللي يسموها طحينية. عندنا هاي حلاوة جزرية هاي اي حلاوة الجزر اي كلش طيبة اي صح اي هاي بالفستق فستق حلبي عندنا بعد هاي المستكية هاي المستك والمشت أيضا فستق حلبي. عندنا بعد نوعية معجنات. إيه صورت هاي. ايه افتحها ايه شوفوا الفستق ايه فستق حلبي. عندنا نوعية ثانية اللي هو محشي جوز. جوز هذا محشي بالجوز. هذا الشغل ماما بس يختلف يعني تتأكد من الطيب. هنا المعجنات ايوه الشغل هذا كريم باف. ها ايه هذا الدونات ايه هاي بيتي فور هاي الموالح هاي شنو هاي شنو ها يعني هاي كليتشه؟ كليتشه حشاية بالجوز. هاي كلش طيبة يعني. ايه جوز هذا جوز وجوز الهند مبروش يعني. اها. سعره كيلو هذا 9 دنانير. عندنا هاي نوعية كليتشه حشاية بس كم. الكليتشه بانواعها بتسع تا اي كلش تافهة يعني. ايه هشة. ايه. عندنا هاي حشاية حلو العفو حشايه مربى الجزر هاي هاي محشايه بالجزر حلاوه الجزر حشايه مربى هاي برازق اي هذا حليب وهذا بالسمسم عندنا لك عندنا بس طريقه شغلها ثانيه تختلف تختلف عن ديتشه اي بس هم هذا من السماء. هذا حجر طبيعي ونسبة فستق فيه 60% في رغبة. عندنا من هناك نوعية حلويات. هاي الحلويات كلها محشاية فستق حلبي يعني. شغلها كل الدرجة. هاي شوفوا البقلاوة هاي كلها طبعا درجة أولى ومحشاية كلها فستق فستق حلب كلها هذا يعني عندنا هاي نوعيات هاي عن الطريقة الصوفية ها ها هاي محشاية جوز هاي محشوتها جوز هاي محشوتها جوز عندنا هاي نوعيات يعني ايه شي يسموها هاي فستقية هاي اي جاهزه هاي بالمكسرات اي هاكل لا عاد بقى لا بلوري ها هذا
هذا الجوز الهند مبروش وايضا فستق حلبي. هذا هاي شو يسموها؟ اسمه هذا بلوري. بلوري او برقي يعني هذا المعتاد عليه. زين سعر البقلاوة بيش الكيلو؟ البقلاوة الكيلو 18. 18 هم الفستق هم الجوز هو كل سعره ها ها كلها على 18 سعر واحد يعني كان الجوز او فستق. زين هاي شنو بالشوكولاتة شنو هاي؟ بس ايضا فستق حلبي جربها طعمها يفوتك والله تعال شوف بالعافيه. ايه هاي بالشوكولاته هماتيه وهذا الساهون. ايه احكي لنا على الساهون. هذا الساهون عيوني جاك تعالي منا. هذا الساهون هذا الطريقة العراقية القديمة على الزعفران. هذا الساهون هذا الساهون طريقة عراقية يعني قديم أهلنا سابقاً كانوا يشتغلون. هذا اللي هو بالزعفران يعني طعمه ما ينوصل يعني الحكي عنه ما إلا لما تجربوه شوفوا. وعندنا النوعية الثانية عندنا هذا اللي هو بالمكسرات. أمانة طعمه طعم فرافي هذا بس مكسرات خالص. هو من شكله شهي. إيه. عندنا هاي السمسمية أيضا. إيه السمسمية هم طيبة. إيه هاي السمسمية طيبة. هاي خصوص السويس يعني أهل السكر والحلاوتها قليلة يرغبوها كلش. هاي أمانة هاي هم حشاية فستق حلبي. تمام. هذا عسل. إيه هذا عسل. هذا هذا يكون ترك يفيد اللي شويه ما يقدرون ياكلون معه. ايه 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 هذا كلش ترك يكون هش. ايه هش هذا وهذا المحشي من السنه السائل اللي هو قز نسميه ساهون قز. هذا نسميه ساهون مربع. عاشت ايدك وشكرا على المعلومات. اهلا وسهلا شرفتونا. اهلا بيك. اهلا بيك. تسلم رحم الله والديك. اهلا وسهلا. وعندهم خدمة توصيل هاي مكتوب وهذا رقم التليفون. وهاي تسوقنا من حلويات المصطفى وانصح كل اللي يجي يزور كربلاء يجي الحلويات المصطفى وراح تعجبه كل الحلويات الموجودة عندهم. وهذه ضيافة حلويات المصطفى أطيب حلاوة دهنية أكلتها. وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي. يا رب إن شاء الله نال إعجابكم ولا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مع السلامة.